انتقم منهم. المسجد الأقصى ربنا بجد الانتقام. ده هم اليهود دول هم عصام طري وجايين يقفوا بالقنبلة علشان ايه تولع بقى في المحطة وبهدل الدنيا كلها. سيد البدو لقاها على الشخشخة بتاعته، لقوها على الشخشخة كده اهو سليمة ما انفجرتش ولا أي حاجة. سبحان الله. وبرضه بعتوا الطيارة عشان تضرب في طنطا بقى وتكسر المحطة، هما اللي عاملين ايه؟ وتكسر المحطات دي بقى كلها. وداها في البطان وبقت في البحر، تقولوا مصر نصها بقى في الأرض كده. سبحان الله. البطان البطان قدرة ربنا. وداها هناك توها. سبحان الله. الله. برضو يصوروا بالليل، كل ما يجوا يصوروا المحطة والحتة دي يلقوها بحر. سبحان الله. النهار يلقوها بحر، كل ما يروحوا يلقوها بحر، يصوروا بقى عشان يضربوا فيه. ربنا خلاها لهم بحر. ولا خدوا فيهم حق ولا باطل، ولا ربنا مسايب لهم أو سايب لهم بالسورة. هينتقم هيعمل لهم هينتقم منهم بإذن الله. بإذن الله هينتقم من الكفر زي كله. يا رب فك أسر المسجد الأقصى. هينتقم منهم في الدنيا وفي الآخرة كمان. يا رب فك أسر المسجد الأقصى واكتب لنا الصلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين، وارحم شهداءهم واشفي مصيبهم يا رب العالمين. قلبنا معاهم، قلبنا معاكم يا حبايبي، قلبنا معاكم كلنا مسلمين وكل مؤمن وكلنا عرب. اللهم فك أسر المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. حق ختام القرآن يا رب فك أسر المسجد الأقصى واكتب لنا الصلاة فيه قبل الممات. حق ختام القرآن اكتب لنا الصلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم بحق هذا القرآن وختام القرآن اكتب لنا الصلاة في المسجد الأقصى يا رب قبل الممات. اللهم فك أسر المسجد الأقصى واكتب لنا الصلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم بحق ختام القرآن وكتابك الكريم يا رب ختام القرآن اكتب لنا الصلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، في الأولين وفي الآخرين وفي ملأ يوم الدين وفي كل وقت وكل حين وزمان ومكان. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل، وارض عنا يا رحيم يا رحمن، واجعلنا في أعلى الجنان والديك معنا كمان. اللهم استر والدي بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم اكتب لنا الصلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين، واجعلنا مع الحضور المتواني هذا العام وكل أوام ليوم القيامة. اللهم اجعل الموعى على عرفات هذا العام وكل أوام ليوم القيامة. اللهم حق ختام القرآن استر من الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله.